أي على البحر كان ناس كتار تحت الشماس مبدورين. مساء الخير. مساء النور. ايه عايز ايه؟ الواحد ما يعرفش يتمرجح بالمرجيحه شويه؟ في ايه يا عم؟ بالراحه، مالك؟ انا بقى عايز اعرف بس، في واحده بتتجوز هنا، في عروسه، في فرح. انت شكلك من قرايب العروسه. قريبها يا سيدي، قول ما تتكسفش. انا برضو قريبها. لا والله. ومن انهي ناحيه بقى قريبها؟ انا اخوها في الطريق. نعم، ايوه اخوها في الطريق. على فكره انا جاي انا وهي بالعربيه بالمطار لحد هنا عشان اسلمها لعريسها. مطار؟ هي جت بطياره؟ جت بطياره طبعا، امال هتيجي في مركب ورق. هو تذكره بكام النهارده؟ انا ايش عرفني يا سيدي؟ سيبك من التذكره بقى، انت بقى اللي جبتها من المطار وجوزتها. ها؟ ايوه انا وابلها فخر. وتعرفها منين انت بقى عشان تجوزها؟ والله ما اعرفهاش، انا بس لقيتها قلت اجيبها اوفر رصيد في الحلال. توفر رصيد في الحلال؟ هم اتجوزوا؟ لا لسه ما اتجوزوش، انا قلت لهم عقد القرار ما يتعقدش ولا كاتب الكتاب يتكتب الا لما تيجي عشان تشهد على العقد. كمان عايزني انا اشهد على العقد؟ يا سيدي على الابو اللي شهدك على العقد، مش عايز تشهد عنك ما شهدت يا اخي. قول لي بقى، هم في اوضه كام؟ يا سلام يا سلام، ولاد الناس برضو، شكلك عايز تطلع تبارك لها. بالظبط. 1019. اللي قول لي، انا ما تعرفتش عليك زياده، انت قريبها منين؟ انا بقى يا سيدي جوزها. ها؟ جوزها. جوزها؟ جوزها. طبعا اذنك بقى عشان اروح الزحلق على الزحليقه بعد ما اتمرجحت على المرجيحه. يا نهار اسود، جوزها. الف شكر يا دكتور، والله احنا في انتظارك، بس هو هتاخر. ها؟ طيب تمام، الله يخليك، مع الف سلام. الف الف سلام، مع السلامه، حفظ الله. ده الدكتور اللي هجاني؟ جاي خلال نص ساعه، وباذن الله مجهوده مجهوده. ده اكيد فارس، اعمل نفسك زعلانه عشان افتكر انك انت حامل. اوكي؟ حاضر. انا عايزني في ايه؟ تعالى، انا صلحت لك الجو على قد ما اقدر، واياك تعك الدنيا تاني. مش خلاص. سامع؟ سامع. مساء الخير. عايز ايه؟ جاي ليه بعد اللي قلته؟ صح، خلاص بقى سامحيه عشان خاطري. انا مش قادره اصدق ان هو اتهمني الاتهام البشع ده. الدكتور هو اللي قال انك حامل، وانا جايب الكلام ده من عندي. وبعدين انت مش عايزه تعمل لي التحليل لغايه دلوقتي. بكره هنحلل في معمل محترم، عشان اختبار الحمل اللي حضرتك بعته طلع بايظ. بايظ؟ بايظ. بايظ ازاي؟ يا فارس انا عايزك تطمن، احنا مش هنكتب الكتاب غير لما نطمن على نتيجه التحليل. يا غلابه. مفيش كلام غلاب بقى، يا عم الحاج احنا في شيكات وكمان 3 ايام هنسدد وسجن. يا فارس انا عايزكم بقى يا حلوين كده ايه تهزروا بقى وتلعبوا مع بعض كده لغايه ما اجي لكم. ها؟ يلا قطعيت. بعد اذنكم، بعد اذنك يا فارس. يا رب. ما تزعليش، أنا كمان هنسى إنك زعلتيني. وأنا كمان هسامحك، بس بشرط. شرط؟ شرط إيه؟ ترفد الدكتور ده. حرام يا سلافة. لو سمحت معلش، فين أوضة 1019؟ 1019؟ إيه ده؟ أنت تقصد أوضة مدام سلافة؟ لا والله. وانت تعرفها؟ انا غلابه دكتور اللي كلمتك من شويه، بس ما كنتش فاكر انك هتيجي بسرعه كده. غلاب ايه ده؟ غلاب من طرف عم بسيوني، واتفقت معاك تنزل البيبي من بطنها. بطن مين؟ سلافه. هي حامل؟ العبيلي هتنزلها من بطنها؟ سلافه حامل؟ وطي صوتك، عارفها معاها. عارف مين؟ ما هو لو عارف مش هيتجوزها. وهي بقى ازاي هتتجوزه وهي حامل؟ انت بسم الله ما شاء الله جاي تجهضها اهو. قول لي بقى، انت هتجهضها برشامه ولا بالحق؟ لما اشوفها الاول. لا ما هو مش هينفع تشوفها لان هو معاها. هو مين ده اللي معاها؟ عريسها يا اخي. معاها فين؟ معاها في الاوضه. بيهببوا ايه؟ الله، اتنين مخطوبين وفرحهم هيكونوا بيعملوا ايه يعني؟ نعم اكيد بيتفقوا على شهر العسل. بقول لك ايه، رايح فين؟ مش هينفع تجهضها وخطيبها جوه. اي خلاص بقى يا سلافه، هتفضلي مكشره كده على طول؟ انا لغايه دلوقتي مش شفتكيش بتضحكي خالص. يظهر انه غلاب، على الله ما يكونش جايب مصيبه جديده.
انت بقى خطيب مدام سلافة؟ ايوه انا. انت مين؟ انا جوزها. جوزها؟ هو انت ايه اللي جابك؟ هو احنا مش خلاص اتطلقنا؟ لا انا رميت عليك اليمين لكن ما جبتش مأذون، وانا بقى سألت وعرفت ان ده ما جبتش مأذون اقدر ارجعك في اي لحظة. ترجعها ازاي؟ هترجعها غصب عنها. وانت واقف هنا بتعمل ايه؟ ولا انت لسه عندك امل انك تتجوزها وهي لسه ما خلصتش عدتها؟ هو انت لسه ما خلصتش عدتك؟ تخيل، لان لسه مطلقها اول امبارح، هتخلص ازاي؟ اه عشان كده بقى كنت عايز تأجلي الجواز 3 شهور. ولا 3 سنين، اتفضل بقى اتكل على الله وحاسب لها على اوضتها وسيبني انا والمدام ننبسط بالبيبي الجديد. بيبي جديد؟ يعني انت عارفه ان انت حامل اهو؟ حامل مش حامل، انت مش هتردني غصب عني. لا والله انت بتبيعيني يا سلافه عشان خاطر ده؟ لا بقولك ايه، لغايه هنا وتحترم نفسك. انت مش عارف انت بتكلم مين؟ ولا عايز اعرف انا بكلم مين. وما تخينيش بقى ايه بس بقى، كفايه فضايح، كفايه فضايح ومشاكل، حرام عليك بقى. هو انت مش هبطل بقى؟ سلافي سلافة اهدي يا حبيبتي، سلافة امشي بقى يا اخي، كفايه اللي انت عملته، امشي سلافة. لا ما انت هتفوقي، ما انا مش هجيب دكتور. سلافة ايه يا سيدي، انت مقدم في ذا فويس ولا ايه؟ خليني اعرف عليك حضرتك بقى. ايه ده انت بتعمل ايه يا مدهون؟ بترقع صوابعك وببسطك. يا ابني مال صوابعي؟ انا واخد رصيه في دماغي. دماغك؟ لا نشوف بقى فرع دماغ، الدماغ الجذعيه والفرعيه والدماغ. ها اخباره ايه يا دكتور؟ الله يرحمه مات؟ يا خساره، انا كنت عايز انتقم منه بايدي. انا الحق عليا ان انا عايز اجوزك، عايز اجوزك واديك ميراثك. انا غلطان. تجوزني واحده لسه ما اتطلقتش رسمي ولسه ما خلصتش عدتها وكمان حبله. ايه يا ابني انت بتسخنه عليا؟ هو جاي سكر جاز بقى يا راجل يا ضلالي. عايز تجوزني جوازه بطله كل ده عشان تاخد عمولتك؟ يا عم بطله ايه اذا كان العروسه كانت موافقه؟ العروسه دلوقتي مع عريسها وزمانهم مستنيين البيبي. ولا تقلق نفسك يا فارس، 3 ايام وهتتطلق صدقني. تعالى يا سلافه. يا اخي انت ايه، ما بتزهقش؟ انت لسه عايز تجوزهاني؟ ما عندناش امل غيرها، ما فيش غير سلافه فارس. تعال لنا يا سلافه الحقينا. صدق وتامن بالله لو حد غيري كان قتلك النهارده، انما انا بقى هعاقبك بطريقه تانية. ايه؟ هسيب امجد يعالجك. لا خده معاك، ابوس راسك، ده هيمرضني. انت عمر انا وانا اصحى انا. هاني. هو في ايه؟ انا ايه اللي حصل لي؟ في انك هربتي مني وجيتي الاوتيل ده؟ لا وكمان جريتي ورايا عشان ما اضربش عريسك. لا انا ما جريتش وراك عشان كده، انا جريت وراك عشان كنت خايف عليك، كنت خايفه تعمل في نفسك حاجه. بجد كنت خايف عليا؟ طبعا خايف عليك زي ما انت بتخاف عليا. طبعا بخاف عليكي. طب قولي لي بقى، انت فعلا في بيبي؟ هتجيبي اخ العمر؟ يبقى لازم نرجع لبعض. يعني انت هترجع لي بس عشان انا حامل؟ لا طبعا. طب من قبل ما اعرف انك حامل جاي لك جري من القاهره ادور عليك. انت عارف فارس صاحب الاوتيل كان هيدفع مهر مؤخر قد ايه؟ يعني انت عايزه تبيعيني عشان فارس وفلوس؟ لا عشان عايز اشتريك بفلوسك. يعني ايه؟ يعني تبحبح ايدك شويه. الفلوس اتعملت عشان نعيش ونصرفها مش عشان نخبيها. ايه مش عاجبك كلامي صح؟ يا ستي عاجبني كلامك وكل اللي انت عايزاه هعملهولك وزياده، بس يعني نسيبنا من موضوع البحبحه والصرف ده، نضيقها على نفسنا شويه، ما فيهاش حاجه، ده اقتراح يعني مش اكتر. بقول لك ايه، ممكن تشوف لي طريقة أهرب بيها من الأوتيل ده؟ وتهرب ليه من الأوتيل؟ ما أنت آكل نايم شارب على حساب الأوتيل. أنا بره بعمل 5 6 جوازات في اليوم. يا راجل اقعد جوازات إيه ده؟ أنت شكلك حنوتي. أستاذ عادل
أنا جاهز للطلاق، يلا كل شر حاجة. بره وبعيد إيه يا مولانا؟ خلاص المية رجعت لمجاريها. ويلي ويلي إيه ومسترد إيه؟ ده تركب له من العاشر. في إيه يا ابني؟ إيه اللي حصل؟ ما تطلق وتستهدى بالله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أعوذ بالله منك يا جدع، أنت إيه؟ بابا وحشتني قوي يا حبيبي. شفتي بقى المفاجأة الحلوة دي؟ حلوة قوي. خليت أخويا يجيبه لك من القاهرة مخصوص عشان لو ما عرفتش أأثر عليك أنا يأثر عليك هو. عم سامي قال إن في واحد هبل جاي يتجوزك وأنت متجوزة يا ماما. هو عمك ده ما بتتبلش في بقه فولة. سلافة أنت مش هتجيبها بره بقى ولا إيه؟ قصدي مدام سلافة، دي هدية بسيطة عشان البيبي اللي جاي في السكة. هو ده الهبل يا ماما؟ آه هو. حضرتك جنتلمان قوي. جنتل إيه بقى؟ بخلي الواد الهبل ده يلم لسانه بعد كده. يلا يلا يا حبيبتي. يلا. مع السلامة مع السلامة. يا أستاذ فارس أرجوك سيبني أروح، أنا عايز أأكل الهامستر بتاعي أي الفقر. والله العظيم أنت اللي جبت لنا الفقر والنحس كمان، اركن بقى. اسكت اسكت، معلش خدت الشر وراحت. وأنت كمان تسكت، جايب لي واحدة أتجوزها بعيالها وجوزها. يا باشا أنا عيش عرفت يعني وأنا اتجوزت وضامن جنة.